إذن أفهم من كلام حضرتك أنه الاجتماع المقبل مع ممثل التيك توك لمصر وشمال إفريقيا هيكون فيه معادلة بسيطة، يا الالتزام يا الحجم. صحيح. المعايير والضوابط اللي هتقترحوها إيه؟ هل هي مثلا فرض نطاق عمري معين على نوعية محددة من المحتوى، ولا منع الوصول للمحتوى ده ككل؟ هل هو عنف ولا محتوى إباحي؟ طبيعة المعايير والضوابط اللي بتفكروا تضعوها أمامهم. كل المحتويات المخالفة بكافة أشكالها وصورها احنا مش هنوافق، وده نسقناه مع الجهاز القومي لتنظيم الصلاة بحكم هو الجهة الحكومية والتنفيذية المنوطة على ده بده. فاحنا النهاردة يعني النهاردة ما ينفعش أطفال توصل لهم الحاجات دي. السيدات دي حاجات بقى بتبقى فنية وتقنية هننسقها طبعا في الاجتماع. الجزء الثاني وده المهم جدا، وهي الموضوع المرتبط بالارباح. ما انا وانا يمكن كلمته قلت له طب ما انتم ممكن الارباح الزايده هي بتخلي السيدات والفتيات يطلعوا يظهروا بهذا المظهر وهذا الشكل. فطبعا عاوز اقول لحضرتك الحل الامثل لهذا الموضوع هو قانون المعاملات الالكترونيه. وعاوز بس اضيف لحضرتك نقطه، المعاملات الالكترونيه اولى القانون اولى القوانين اللي هتدخل في دور الانعقاد الفني. على فكره احنا عندنا اهم قانون، في قانون يعني الحكومه وجيت بيه وده مهم جدا وتحدث فيه دوله رئيس الوزراء في بيان الحكومه موضوع الذكاء الاصطناعي، لان احنا احنا داخلين على مرحله خلاص الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي مش خلال السنوات ده احنا خلال الشهور القادمه. عاوز اقول لك تجاوزات بقى الذكاء الاصطناعي بعيدا عن ايجابياته وايجابياته كتيره جدا على فكره، ايجابياته في القطاعات الصحيه وكل القطاعات المختلفه، يستخدم في التموين والزراعه ده مهم جدا خاصة في قطاع الصحة اللي الدولة بتحاول تنهض بيه بشكل كبير جدا خلال المرحلة المقبلة. فالذكاء الاصطناعي مهم جدا لهذه القطاعات، لكن تعال نشوف السلبيات اللي من وراه. لا كتيرة جدا اختراقات في الخصوصية قد تكون أكثر من الإيجابيات. احنا هنواجه ده بإيه؟ بتشريعات وقوانين خلال المرحلة القليلة القادمة إن شاء الله، وهنبدأ في دور الانعقاد اللي جاي. ممتاز. طيب